السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة عبير. احنا اليوم كنتواجدوا في جامعة سيدي غانم قيادة بيزداد بشوية أي الدود عملت إقليم الصويرة. اليوم جينا لهذا الدور هذا لواحد الحالة إنسانية اللي الصراحة كتضر في الخطر. يعني واحد خمسة ديال الخوت بينتهم جوج ديال الرجال وثلاثة ديال العيالات. يعني الحالة انهم ما كيشوفوش وجاو في واحد المنطقة اللي هي جبلية شوية وجاو بعاد شوية. يعني كما غادي نوضع لكم في الصورة انه يعني تا الطريق وسميتو بعيدة شوية بزاف. كنتمنوا ان الصوت ديال هاد الحالة هذه انه يوصل لجميع المغاربة وانهم يتضامنوا معهم ويتعاونوا معهم. يعني كنشهدوا من هذا المنبر هذا كنشهدوا المحسنين والمحسنات انهم يشوفوا في هذه الحاله هذه. غادي يكون ديال ربي خمسه د الناس هنيا واني بغينا غير التوفان سما سما مشكله من كاطو شهرين يا اسي التوفان نغمض نقوني بلا وحدتنا غضر بي وحدتنا يا خالة درنا لا فلاي تصرف صافي يفتح دي التشوي وده سوالي ضعاف شي راسي فيهم الدنيا وقتي صافي وجانا ديانا نقوني غير كاع تمنيت هاني يا ربي المحسنين شي غير تعوان غير شاني وغادي تاويني مكويان ما داقيش فيها يا غير السكر فينا اختي وحدو صافي ما رزي سونسيا على يا ربي انت نيا الوالدين فتان نحن ربي سواء انا ديان ديان كيما قال لكم هاد السيد هادي الناس هادو مهماتهم شحال هادي ربما توا توفى بشي شهرين عندي باش توفى دابا مسكين وبقاو هما خمسة الناس خمسة النفوس هنايا وجوج دراري ما كيشوفوا والو وجوج دريات تما ما كيشوفوش وحدة اللي باقا كان المهم كتميزو تعاونهم وكتجيب لهم اللي جاب لهم الناس دابا اللي عاونهم شي حاجة هي باش يعيشوا وسميتو خالهم واحد خالهم كيجي كي عا كيطلع عليهم هما دابا عايشين هنايا بخمسة ثلاثة دريات سميتو المهم كيما قالت هي عائله كان شي محسن كيعاونهم ولما راه ما عندهم باش سميتو باش يعيشوا مساكن هنا يبقاو كان باهم خدام عليهم كان مهم الناس دابا فاش توفى الوالد ديالهم بقى لي سميتو اللي عقل عليهم شي حاجه من غير الا كان شي محسن الناس هنا راه ضعاف الناس راه ماشي ما باغينش يعاونهم ولكن ما كاين سميتو ما هادشي اللي كاين الناس هادو راه شويه خصهم مني سميتو من يشوف من سميتو من حالهم شتي اللي كاين زوفيا كيما خصني عوني دي تحيما اش هاد الفلوس الحمد لله اللي جلد عندي الحمد لله اللي جلد ما صاد دواغي خفين وصافي اش فيه حتى مريح داري الهواش لا التنين الجنون صافي ما كيما يطرو بالا يا انا دايت يا كي تعطيت يا الفلوس تاع شهريت وبعد انا الموت رحمت الوالد اللي جلدان لازم تقول شيء كيف ما واخا الناس اللي ما تفهموش الحكي معنا السيد اجي معنا السيد هو اللي غادي يحاول يشرح لنا اشنو قال السي الحسين السيد الحسين هادشي اللي كيقول قال لك اودي هو دابا معاق ما بقى كيشوف ما والو خص اللي يعاونو خصو شي حاجه باش يبقى يعيش بها شي واحد اللي سميتو المهم خصو شي معاونه اللي تكون دائمه لحقاش هو دابا بحال تقول ما فقد الامل ديالو ما قدرش مازال باش يتحرك وباش يخدم وما عندوش البصر ديالو هو كيطالب قال ليه باغي الفلوس هو كيعرف على الفلوس مسكين هادشي اللي كيقول كما شار لينا السي الحسين مسكين انه عنده اعاقه ديال انه ما تيشوفش. فاليوم هاد الحاله والله العظيم انا ما كذبش عليكم دابا تنهضروا وضرتني الخاطر ديالي لانه كما كتشوفوا هذه الحاله هذه لانه حاله استثنائيه بالنسبه لبعض الحالات. يعني كاين بعض الحالات لانه كتقول ولو انه لكانوا غير البنات اللي ما كيشوفوش وكان غير واحد فيهم مع العلم ان الاب ديالهم توفى اللي هو اللي كان كيخدم عليهم وكان كيمشي كيجيب لهم ما ياكلوا. فمن هذا المنبر كنعاود نشد المحسنين والمحسنات انهم ينظروا لهذه الحاله. راه حنا غادي نخلوا الرقم ديال الاخت ولا ديال السيد اللي هو الجار ديالهم لانه هو مره كيطلع عليهم هنا في انتما كما تتشوفوا جاوا في واحد المنطقه اللي هي جبليه وبعيده من الشانطي يعني صعيب انه يشوفهم شي حد. وشكرا.